كلمة هوت شوكليت طلعت من انها بتكون تحرق، فالهوت مش انه سخونة، الهوت من انه سبايسي، وكانت اصلا تتقدم باردة مش سخنة، وكانت تقدم باردة، فكان الاسم هوت شوكليت من انها بتحرق الدرينك، الشوكولاتة بحرق مش انه مستفيد يا شيخ. بعدين تغيرت الامور وهيك، فاحنا حابين شوي نعمل نرجع للماضي تقريبا. تمام، هون انا عم بدفي حليب كامل الدسم، تمام، ما بدنا اياه يغلي، بدنا اياه يدفى. وفي اي نوع فلفل حار مجفف نقدر نستخدمه؟ فلفل حار، فلفل حار يعني هذا بحرق كثير قوي، هذا نستعمله للكبسه والبرياني، هذا بخليك تزغرز، مجبوس هذا اللي بخليك تزغرز بس توقف بالضبط. حلو، وهاي هلا برضه بنقدر نستخدم، جبت اكثر من نوع، بنقدر نستخدم عادي الشطه الحاره. حلو، المهم احنا ايش اللي بدنا اياه بنتمصلح عليه، انه ناخذ بس السبايسي ناس. صح، نعم ايها السيدات والساده، انه الهوت شوكليت سبايسي بالضبط. ها كثير سبايسي ولا نص؟ ها؟ بدك نص سبايسي ولا كثير؟ والله انا بعرفش طعمه الاصلي يعني، فما يعني خليفه ايش؟ استاذ عبد الله خليفه، شو بتحبوا سبايسي؟ لا اسمه، لا اسمه خلص خلص اوكي، حنزيد شويه تكت شطه بالضبط. نعم انها مقادير الهوت شوكليت، فلفل شطه على الحليب الدافئ. يلا هلا بدنا نخليها بس هيك 3-4 دقائق على اساس تاخذ النكهه، على نار هادية والحليب دافي، مش ما بنغلي الحليب، بندفي. شلت الفلفل اوكي، هلا حنزيد كل المكونات، بودرة كاكاو بس مش محلية عشان احنا نقدر نتحكم بكمية السكر اللي احنا بنحبها. تمام، حنحط قهوة فورية سريعة الذوبان بالضبط. تمام، بنحط سكر حسب الرغبة، بتحبها حلوة ولا هوت شوكليت؟ صراحة حلوة أطيب. أنا بالكاكاو بحبش أضيف عليه سكر، بحليبه مثلا. بتحبه مر؟ مش مر يعني شوي، عشان أنا عم بستعمل دارك شوكليت. أوكي، خلينا اسمي أحط لك شوي، حطيها على أصولها ستي، ححط لك شوي لا عشان ما تطلع كتير حلوة. أوكي، وبنزيد كريمة طبخ. أوكي، وهلا نخلط نخلط نخلط، ومنصير نزيد الشوكولاتة تباً. تحبي أرفع لك درجة الحرارة؟ لا مو كتير عشان أنا بدي أدوب، ما بدي الحليب بنحرق. وما بدي فوق ال فوق السبعين. تمام، تنحرق مش زي المي، المي بضلها تغلي، هاي بتنحرق. تمام، أنا عم بصفي بس عشان بورجيك إياه، ما بدنا البزر. هاي وفاء العالم تحكي مع القهوة، حط رشة ملح صغير، يعني كمية الملح تطلع بين الأصابع بتعطي طعم القهوة المميز 100%. هذا الحكي صح. بدنا فلفل حار مجفف، بدنا كاسة حليب، نص كاسة كريمة طبخ، معلقتين كبار بودرة كاكاو اللي هي مش محلية، من 75 جرام ل 100 جرام شوكولاتة تكون جودتها عالية، يعني دارك شوكليت أو نص محلى يعني حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة مسحوق القهوة الفورية، رشة ملح وسكر حسب الرغبة طبعاً.